دعا وزير الخارجية سامح شكري إلى ضرورة العمل على زيادة حجم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لمواجهة ما يتعرض له السكان من كارثة إنسانية. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، شدد شكري على ضرورة وقف إطلاق النار بالقطاع. من جانبه أعرب كاميرون عن شكره لمصر على جهودها في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة والعمل على تخفيف الأعباء على المستشفيات في القطاع، مشددا على ضرورة إنهاء هذا الصراع وطرح حل دائم ليسود السلام والاستقرار. عقب مباحثات موسعة جمعت بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون بالقاهرة، أعلن الوزيران أن المباحثات تناولت العديد من الملفات كان من بينها العلاقات الثنائية. هي أول زيارة له لمصر في إطار العلاقات الوثيقة اللي بتربط بين البلدين، مصر والمملكة المتحدة، على أساس طويل من العلاقات التاريخية والعمل لتحقيق المصالح لكلا الطرفين. Thank you. It's very good to be back in Cairo. سروري أن أكون موجودا هنا في القاهرة وأن أعمل على العلاقات المصرية البريطانية، وهي علاقات هامة بالنسبة لنا. لكن كان من دواعي سروري أن أقابل معالي فخامة السيد الرئيس السيسي، وخصوصا في ظل فوزه بالانتخابات الرئاسية الحالية. كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى تطورات الأوضاع في السودان وليبيا، ولكنها تركزت على الوضع المأساوي في قطاع غزة. تركزت المباحثات حول العلاقات الثنائية، ولكن طبعا قدر كبير من هذه المباحثات كانت تتركز حول التطورات الخاصة بغزة واستمرار الوضع الإنساني المأساوي اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني المدنيين في غزة، أهمية الوقف إطلاق النار، أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية بكثافة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة. أقوله وما أقوله بس بوضوح أن على الإسرائيليين أن يقوموا بالتزام بالقوانين الدولية وأن يقوموا بالتقليل من عدد الضحايا. ودعوني أكون صريحا، ما أريده هو أن تنتهي هذه المشكلة وهذا الصراع، وأن لا تتمكن حماس بعد الآن من إطلاق الصواريخ، وأن يكون أمامنا حل دائم أكثر، وأن يكون هناك سلام واستقرار. كما أكد الوزيران على أهمية تأمين الملاحة في البحر الأحمر والتعاون بين مصر والمملكة المتحدة لمنع أي تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد والسفن التجارية والبترولية. نشترك في المبادئ الخاصة بحرية الملاحة وضرورة الحفاظ على حرية الملاحة، والبحر الأحمر طبعا دائما الدول المشاطئة للبحر الأحمر تطلع بمسؤولية في إطار تأمينه، ونستمر في التعاون مع كثير من شركائنا لتوفير الظروف الملائمة لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر، وطبعا تيسير النفاذ إلى قناة السويس. الأخطار التي تعرض لها السفن البحرية، لذلك من المهم أن تكون ممرات السفن البحرية التي تنقل البترول والبضاعة الاقتصادية أن تكون آمنة، وأن لا تحدث هجمات على تلك السفن، وتحاول المملكة المتحدة أن تساعد في هذا الإجراء وأن تكون الممرات البحرية آمنة ومفتوحة للجميع. هذا وقد أشاد الوزير البريطاني بالجهود المصرية المبذولة من أجل دخول المساعدات لقطاع غزة، فضلا عن نجاح الوساطة المصرية في قضية الرهائن.
لقاء مهم جمع بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره البريطاني دافيد كاميرون بالقاهرة. تناول اللقاء مجمل الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر والتأكيد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار. من داخل قصر التحرير، أمل صبري، التلفزيون المصري.